السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظ في الوقت الأخير كثير جدا واجه مشكلة في حساب المواطن، الدفعة في الانتظار. يعني هذا المبلغ لما يدخل على حسابه في حساب المواطن المبلغ موجود، ولكن للأسف الشديد المبلغ هذا ما نزل في حسابه في البنك. طيب شنو الأسباب؟ لما يبحث عن الأسباب مو موجود أسباب، مؤهل والمبلغ موجود ولكن في الانتظار. طيب شنو حل هذا المشكلة؟ حل هذا المشكلة سهل جدا جدا، تابع معاي الشرح أول في أول. أولا لازم تدخل على حساب المواطن عن طريق المتصفح من التطبيق، ما يضبط معك سواء من الكمبيوتر أو من الجوال، ما في مشكلة راح يضبط معك عادي. أهم شيء عن طريق جوجل. بعد ما تدخل عن طريق جوجل، طبعا أنا دخلت عن طريق الكمبيوتر عشان الشرح يكون واضح لكم بشكل أكبر، تدخل على حساب المواطن، ما تسجل دخول، تفتح لك هذه الصفحة، نضغط من الأعلى على صوتك مسموع من هنا، وتفتح لك صفحة أخرى، ننزل للأسفل، موجود عندي ارفع طلب على صوتك مسموع، موجود عندي هنا علامة المايك، أيقونة المايك، نضغط عليها من هنا وتفتح لي خيارات أخرى. هنا يقول لي الموضوع، الموضوع اكتب يعني لم يتم استلام دفعة أو دفعة معلقة، ما عندك أي مشكلة. هنا تكتب اسمك بالكامل، هنا رقم الجوال، طبعا الصيغة اللي تكتب فيها رقم الجوال 966 وبعدين رقم 5 مباشرة وتكمل رقم جوالك. هنا رقم الهوية، سجل رقم الهوية. هنا تاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنة. من هنا يعني تختار الخيار المطلوب اللي بالضبط، يعني عشان يكون طلبك صحيح، نضغط هنا، موجود عندك إيقاف دفعة، إيقاف الحسابات، التسجيل إلى آخره، نضغط على المدفوعات قبل الأخير، المدفوعات، وتفتح لي خانة ثانية فيها خيارات، نضغط هنا تطلع لي مجموعة خيارات، يعني تم احتساب دخل خاطئ، عدم القدرة على تقديم شكوى إلى آخره. نختار الخيار الثالث، لم يتم استلام الدفعة، نضغط هنا لم يتم استلام الدفعة. طيب شنو نكتب هنا؟ نكتب هنا السلام عليكم، لم يتم استلام الدفعة لشهر 8 وهي الآن في الانتظار، أرجو مساعدتي وإعادة الدعم لي مرة أخرى. فقط اكتب هذا الكلام، يعني شيء يعبر عن مشكلتك، يعني لا تكثر بالكلام، يعني شرحك خلى في يعني سطرين فقط، لم يتم استلام دفعة شهر 8 وهي الآن في الانتظار، أرجو مساعدتي فقط. بعد كذا هنا يقولك اختيار ملف، طنش هذا الخيار ما عليك منه، نكتب هنا الرقم اللي موجود 43568، شوف شنو الرقم اللي يطلع لك، تسجله هنا وتضغط على إرسال. واضح؟ بعد كذا راح توصلك رسالة، يقول لك الرسالة هذه فيها رقم الطلب وكذا، راح يتصلون عليك بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على حسب الضغط اللي عندهم في الموقع، يعني راح يسألونك، يقول لك أنت قدمت طلب عن طريق صوتك مسموع، شنو مشكلتك؟ قول لهم المشكلة، المبلغ موجود في حساب المواطن ولكن ما نزل لي في البنك، ما عندك أي مشكلة، ممكن في سبب يعني هم مذاكرين ممكن، ولكن إذا تبي تستفسر يعني شنو صار على المعاملة ممكن ما يتصلون عليك. إذا تبي تستفسر نرجع للرئيسية مرة أخرى ونضغط على صوتك مسموع من هنا، ومن هنا موجود لمتابعة الطلب المقدم، فضلا أدخل التالي، رقم الطلب اللي جاك بالرسالة وتسجل رقم الهوية وتضغط تحقق من هنا، راح تطلع لك راح يطلع لك الطلب بالكامل، يعني إذا كان جديد يعني تحت الدراسة إلى الآن، وممكن يقولك تمت الموافقة، يعني إن شاء الله الشهر القادم بإذن الله راح يتم إعادة الدعم لك إلى آخره، واحتمال يعني 90% راح يتصلون عليك بعد يومين أو ثلاثة أيام. يعني حل هذه المشكلة سهل جدا، أتمنى أني فدتكم ولو بشيء قليل، أشكركم على المتابعة وفمان الله.